أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. عقد مجلس محافظة درعا أمس مؤتمره السنوي لرؤساء المجالس المحلية لمناقشة المستجدات التي طرأت على الثورة السورية، وبحث الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤول الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بحث التطورات الميدانية ووقف إطلاق النار في جنوب البلاد. خسر تنظيم داعش مواقعه التي كان يحتلها في مدينة السخنة بريف حمص أمام قوات النظام بعد أن أحكمت تلك القوات سيطرتها على جبل طنطور ومغارة الضوي، وتبعد السخنة عن مدينة تدمر الأثرية قرابة 70 كيلومتر شرقا، والسخنة هي آخر مدينة يحتلها تنظيم داعش بحمص. أعلنت وزارة الدفاع العراقية اكتمال الاستعدادات للتحرك العسكري نحو بلدة تلعفر وتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، بينما يواصل طيران التحالف الدولي قصف أهداف التنظيم داخل البلدة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن جميع القطاعات العسكرية أنجزت كافة الاستعدادات الخاصة للبدء بمعركة اقتحام وتحرير تلعفر، مؤكدة أن كل صنوف القوات المسلحة ستشارك في معارك تلعفر. أعلنت السعودية فجر اليوم مقتل جندي سعودي في معارك مع مسلحي جماعة الحوثي عند حدودها الجنوبية مع اليمن. وذكرت الوكالة السعودية الرسمية واس أن الجندي أول علي بن أحمد هروبي أحد منسوبي القوات المسلحة قتل أثناء أداء واجب الدفاع عن الوطن في إشارة للحدود الجنوبية مع اليمن والتي تشهد معارك مع الحوثيين منذ أكثر من عامين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر أن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد في كوريا الشمالية. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية مساء أمس السبت، يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة 3 مليارات دولار. توج بايرن ميونخ بلقب السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، ليستهل بايرن موسمه الجديد بأفضل طريقة. وابتسمت ركلات الترجيح لبايرن حامل لقب البوندسليغا والذي انفرد بذلك برقم قياسي في عدد ألقاب السوبر الألماني بستة ألقاب، في حين أخفق دورتموند في أول اختبار رسمي له بقيادة مدربه الجديد الهولندي بيتر بوش. نهاية الموجز، إلى اللقاء.